أبو صلاح من السعودية، تفضل أبا صلاح. الله يرضى عليك يا شيخ حسين. يا مرحبا سي، أهلا بأهلا. الله يرضى عليك، معك أبو صالح مش أبو صالح. أبو صالح، أبو صلاح، الله يجعل ذريتك كلها صلاح. آمين آمين، الله يرضى عليك ويكسر خيرك يا شيخ حسين. مرحبا أهل المملكة. يا شيخ عندي مشكلة وقضية وما تحملها ملف. ها الله يرضى عليك، بغيتك أنت الأخ، أنت الأب، أنت كل شيء. أمرني والدي، أمرني أخوي. ما يأمر عليك بالم، الله يرضى عليك. يا شيخ أنا متزوج تمام ولا لا؟ من سنة. هي. حلو، سنة أو سنة ونص كده. زين. الممر طبعا أنا من حضرموت ومقيم في السعودية. هي والنعم. الله يرضى عليك. هي. وطلعت اغترابي ترجعت السعودية. هي. والأمور ماشية على ما يرام. زين. العيال وضعوا فترة حامل وما حامل وعادات وتقاليد عندنا في حضرموت أنها تروح بيت أهل. بيت أهل، هي عادات العرب. حلو. هي. أيوة. راحت الحرمة ووضعت وكل شيء وأمورنا في السليم يا شيخ، ما في أي مشاكل. زين. من بعد ما وضعت الحرمة في بيت أهله ما عاد بدأت شوية المشاكل. هي. يعني بدأت تعرف العادات الحريم وكذا وكلامه. هي. زين. المهم أنا زادتني بنت تمام ولا لا؟ تمام. وماشي الأمور وكل ما سويت شي الحرمة يعني غلطت ولا شيء. هي. ليش يا بنت الحلال كذا؟ ما يصير، شوف يا بالكلام ما هو كذا، ما هو ريض يا جماعة الخير. هي. تجي تقول لك يا شيخ أمي قالت لي تمام ولا لا؟ تمام. طب قلت يا بنت الحلال أنا إيش لي دخل من أمك؟ يا بنت الحلال شوفي مصلحتش مع زوجك، شوفي والله ما حب ينفعس، شوفي وامها الله يهديها شويه تغريها، فهمت علي؟ هي. يعني تدخل لا تسمعين كلامه وكذا، مش كل شيء هو، فهمت علي؟ زين. والحين يا شيخ هم شالوها من البيت عندي. هي. وشالوها لبيتهم. هي. ايوه نعم، وطبعا انا في الفتره الاخيره يعني كل ما جات تقول لي امي ولا شيء يعني صرت ابعد عن المشاكل، ما بغيت في مشاكل، ما بغيت اغش ربنا، ما بغيت اغضب ربنا. زي. يعني اقول بعيد انا ما عاد شي داعي. لو انا اقول لك يسعد لي جو امك. الله يرضى عليك ويكثر خيرك يا شيخ، قسما بالله انك ايش اقول لك؟ يا اخي انت والله انا ما صدقت اني اتابعك ودي اسمع صوتك، بس انا سمعت صوتك شوف الحل من عندك. انت ابوها وامها اللي تقوله لي انا بمشي على الحرف الواحد. شوف بس يا شيخ انا ما عندي شيء غلط. ادري بس احيانا الصدام يولد صدام. البنت في الغربه لما تبعد عن زوجها يبتعد الموده والمحبه، يعني غير انت يوم تكلم زوجتك وهي امامك تمسك راسها، تقبل راسها، تمسك يدها، يعني وانت ماسك يد زوجتك ليش تضحكون انتم؟ في شيء انا اقول غلط؟ انتم تحسسون انا بروتانا سينما. ها؟ هي صح ممتاز. فانت يوم تتكلم مع زوجتك يا ابا صالح مثلا زوجتك امامك ماسك يدها تمسك يدها تقول اه حبيبتي كذا، تتقبل لانك امامها، الموده امامها. البعد يولد الجفا وهذا احنا نعرفه، البعد يولد الجفا. لماذا دائما نقول انصح دائما خواتنا واخواننا اي نقاش يخص الاسره في حال سفر الزوج او الزوجه لا تناقشونه. التلفون، الموبايل، المسجات، الواتساب يولد الجفاء، خصوصا الواتساب ابنك كذا كذا، زين شو اسوي؟ زين غير لما تكون عندك تقولها زين والله شو اسوي؟ اعطيني، تختلف الوضعيه، ما في نبره صوت. البعد يولد الجفا، فدائما لا تناقش زوجتك في بعدها. وانت لا تناقشي زوجك في بعده. اجعليه يقترب عندك، ناقشي اللي تريده وهو كذلك. فلهذا انت لما هي تقول امي تستطيع تلطيف الجو، تقول يسعد لي جو امك، والله اشتقت لها، ايش حال الوالده؟ والله العظيم اشتقت لها، والله فديتها. هي تغلق الموبايل تقول والله قال لي كذا كذا، فديت امك ويسعد لي جو امك. تلطف الجو عن بعد. في البعد تحتاج سلاحك انت، الكلمات الطيبه. في البعد يا شيخ انا فاهم عليك وهذا كلامك تلطيف الجو وكل شيء، بس يا شيخ انا احصل جفاء يعني الفتره الاخيره احصل منهم يعني اسمع زي التهديد. ابو صالح لا مش ابو صالح، انا معك شاعر فيك، لكن نحن معشر الرجال اكون معك صادق. في فتره حمل المراه نبتعد، احنا يوم تحمل المراه نبتعد عنها، يولد الجفاء حمله، هذا موجود، والمراه كذلك تبتعد.
فأنت بعيد عن المرأة فترة الحمل والآن فترة ولادة ونفاس والآن سفر، يعني جماعة بعد الحمل صح شباب كلام، وردوا علي إذا غلط، ترى أنتم عارسين ثنتين وثلاثة أقل واحدة. هي ففترة في الحمل الرجال يبتعد عن المرأة، هذه الأولى، يوم تلد يبتعد عن النفاس أيضا، يبتعد عنها، ما يوجد مودة. الله عز وجل سمى الجماع مودة، سمى الجماع مودة، قال تعالى من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل إيه مودة ورحمة. قال العلماء مودة الجماع، والشعراوي كان له كلمة كان يقول الجماع بين الزوجين في وقت الخصومة شفيع لا يرد، شفيع لا يرد. فأنت ابتعدت عن زوجتك فترة الحمل، فترة الولادة، فترة النفاس، والآن هي بعيدة عنك فترة الوطن، البعد عن الوطن، فتوالد الأبعاد الرباعية، توالدت اجتمعت وهي عند أمها الآن، فلا بد من تلطيف الجو يعني. طيب. نعم. طيب يا شيخ أنا فاهم كلامك ومقدر كل شيء على العين ورا، بس يا شيخ في الفترة الأخيرة يعني نحن عندنا في البيت بس حلو ولا لا؟ هذا اللي سبب المشكلة دحين كله. شو الحين سبب المشكلة كلها اللي هو البش. البش؟ حلو؟ أيوة الضيون، إحنا نقول لها القط. شو القط هذا؟ هذا البسة يا شيخ. الكات، الهرة، القطوة. أيوة القطوة. إيه شو بلاها؟ هذه القطوة يا شيخ عندنا من أيام والدي الله يغفر له ويرحمه كان يعطيها أكل وكذا وكل شيء، تمام ولا لا؟ تمام، ما شاء الله هذه معمرة. أيوة تمام، وولدت عندنا في البيت. ولدت في البيت؟ ايوه يعني إيه. عندنا في البيت هي وعيالها، جابت عيال. حلو؟ حلو. ولما العيال يجوا البيت وكذا صاروا يخافون من البس، يعني تقول له روحي بيت اهلك ولا تجيب له موضوع البس. فهمت يا شيخ؟ والله فاهم. فعشان كذا يعني قل له روحي بيت اهلك ولا تجيب له موضوع البس. زينه يا اخي اعطي البس. يا شيخ طيب انا ايش اسوي؟ راحت طيب كلمتني، شوفها جات كلمتني وكذا، وفي البدايه زريت قلت لها هذا البس وما ادري ايش وبركه المرحوم وكذا لازم نعتني به، ستر الموضوع تمام ولا لا؟ تمام. شوف حسيت اني قصيت عليها، قصيت علي انت، قصيت على حرمتي وعلي وعلي وعلى البرنامج وعلى المستمعين. والله ما انت مستحيل اقصي عليك. لا والله قصيت الحين، انت مسوي ضرابه كلها عشان قطوه. عقولهم صغيرة، هم اللي عقولهم صغيرة. والله يا شيخ عقولهم صغيرة. يا أخي الحرمة تخاف. طيب تخاف يا شيخ باقر تحبين لي أسد. والله يا شيخ إني تخاف من بسه قسما بالله يا شيخ، يا أخي شي يظهر شوفه. شو أجاوب هذا؟ والله العظيم. والمشكلة الطامة الكبرى إنه أهله في نفس الشيء يخافون من البس، أبوها وأخوته يخافون من البس. ايه وانت عاد تحب القطوه. شوف اسمع ابو صالح، انا ما انت لازم مشكلة خلاص لازم. انا اتصلت على اخوها الكبير يا شيخ وبدون دراها وبدون ما يدرون اهلي، لان لو دروا اهلي بتصير مشكله كبيره، تمام ولا لا؟ تمام. دد على اخوها الكبير وقلت له يا اخي يا اخي عند الله وعندك روح شل البش وبدون ما يدرون اهلي وخلاص فكني من وجع الراس خلي الامور تستقر. قال لي تمام اخوها. لما تتابع اخوها 10 ايام ما فادني في شيء اخوها، وصار اخوها يخاف من البش. قلت له خلاص يا بالحلال روح شل واحد ثاني رجال واعطاه بركه الله حقته فلوسه حق تعبه وفكني من وجع الراس. قال لي تمام، وراح ويدور ما يحصلها عند البيت. تمام ولا لا يا شيخ؟ تمام معك. جاني اتصال من ابوها يقول لك ابوها يا تشيل البس ولا شمني بروح بسحب البنت. والله هذا البس راعي مشاكل. راعي مشاكل بس والله انه بدخل الجنه بسبب البس. انا هم راعيين مشاكل مو البس. قسما بالله انه ماشي يبغون، ما ادري ايش المقصد من هذا الهدف. اتصل عليها ابوها يقول لي لا روح اسحب البس ولا شفنا بسحب البنيه. هذا انت باكر باكر اذا تحب اسد مصيبه. ما بغيت لا بغيت لا بس ولا ارنب يا شيخ. يا بعد قلبي. الله يرضى عليك، والله يا اخي انا في زنقه. المهم يا شيخ كلمني ابوها بهذا الكلام زي التهديد وكذا. كل هذا عشان البس. عشان البس. وسقطت شغلي منه يا شيخ، يعني سكرت الخط منه مرت وجع راس. رجعوا اتصلوا عليه ثاني مره الساعه 11 في الليل.
وقالوا لي يا ولدي البس وكذا وكذا. رديت عليه بكلام زين، قلت له عيوني لك انا، انت تامر علي ابو صالح. ابو صالح عيوني اسالك بالله، انت تتكلم صدق ولا تمزح؟ بالله عليك قسما بالله اكلمك جد يا شيخ، احلف بالله انت هذه القصه صحيحه وعزة جلال الله يا شيخ، هذا لا كلام جدنا يا شيخ. البس زين، وشو شو الحل النهائي؟ شو توصلت انت واهلك؟ الحل يا شيخ، الحل يا شيخ اني انا مغترب وبعيد، اخر ما ابوه بنتي تمام، لا بنتي عمرها 9 شهور او 10 شهور، يعني ما تعرف الا بابا احبابا. كل ما اكلم امها ولا شيء اسمع صوت بنتي تمام ولا لا، وصور بنتي يوميا تجينا. مو يا ابو صالح، يا ابو صالح الامور ماشيه. اذا زوجتك تخاف من اذا زوجتك تخاف من شيء، انت وجب عليك ان لا تروعها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، فكيف الزوجه؟ من حق الزوجه، بس اسمعني يا ابو صالح، بالله عليك تسمعني عيوني لك. يعني اذا الزوجه تخاف من حيوان، من حقها ان لا يربى هذا الحيوان في منزلها، حق من حقوقها هذا. عيني وراسي انا موافق على هذا الشيء، وانا سويت ان البس يروح من البيت. يعني انا خلاص انسى البس، دخيلك انسى البس، راح البس الان. وين المشكله؟ المشكله ان جو اهلي اخذوها من البيت تمام ولا لا، وشالوها في بيتهم تمام ولا لا. حسبي الله على البس. ايوه، وكله بسبب البس، راس الدار البس، وصاروا اهلها في الفتره الاخيره يعني يتصلون عليها الصباح، يتصلون عليها الظهر، يتصلون عليها الليل، يعني يبغون المشاكل. ها ايش سويتي؟ ايش قالوا عمامي؟ ايش سوي؟ وش فهمت علي ولا لا يا شيخ؟ يعني يتبعون اسرارنا، اسرار البس. لا وش سويتي في بيتكم عمامي؟ وش سووا؟ وش كذا وش كذا؟ فهمت علي؟ شوف 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 زين، شو المطلوب مني انا الحين؟ قول لي المطلوب يا شيخ. انا بغيت منك يا شيخ شوف لي طريقه حل، شوف لي اي شيء. اكلمها؟ عندي المقدره، عندي المقدره. أكلمها زين حتى نكسب وقت، تريد أكلمها؟ أكلم أمها؟ يا شيخ أمها والله بتسويها جمالة، بس المشكلة أنهم يعني إيش أقول لك، ما يعرفون الشيخ وسيمة ويعرفونه عن قرب وكذا، ولو جيت أنا وكلمتهم يا شيخ الحين بيقولون هم اللي طلبوا الصلح. فهمت علي؟ إيه إلا المذلة، أنت عارف يعني. أنا ما بغيت ذن نفسي، بس اللي هم يذن نفسي يا شيخ بنتي. اسمع اسمع, اسمع اسمع التنازل احيانا للزوجه مش ذل. انا فاهم، بس التنازل. عاداتنا وتقاليدنا يا شيخ يا اخي، خلي العادات والتقاليد حطها في جهنم، طالما تخالف الدين حطها في جهنم. التنازل للزوجه ما هو ذل، صح؟ ما هو صح، ومعيالك ما هو عيب ولا عيب. فاهم عليك، التنازل شيء طيب، يعني قليلا من التنازل. انت عاندت عشان قطوه الله يسامحك، وعاندت يا شيخ. انا عاندت معها بحيث انها لا تجيني في كل ساعه في موال، بس في نفس الوقت على طول اتصلت على اخوها بدون دراها هي وبدون درا اهله. ايه يعني انا عاملت ربي، قلت روح بس لا تجيب لي مشاكل مع اهلي. زين انا شو المطلوب الحين؟ قل لي انا مستعد تحت امرك. الله يرضى عليك، المطلوب يعني شوف ارجع واقول لهم وكذا، يعني عيب في حقي يا شيخ، انا ما في شيء غلط. زين انت تريد، انت يا ابو يا ابو صالح تريد اكلم الزوجه؟ والله يا شيخ اذا بتكلم الزوجه بس بتكلم اهلها هي. بكلمها، بكلم اهلها، ابشر. غيره شو بعد يا ابو صالح؟ انا ما المشكله انه ما ابغى اهلي يدرون انه انا اللي انت الحين كل السعوديه عرفت انك اتصلت، وبس اهلها. لكن اسمع الحين، كل العالم العربي يعرف مو بس السعودية. الحين اسمع، أنا بكلم بكلمها وبكلم أهلها، وإن شاء الله يعني أشفع. خلاص أبشر، والقطو خلاص أعطيه لحد يتربى، ولا تربي شيء من الحيوانات. يا شيخ زوجتك يا شيخ بشل أبوه القطو، بروح بوديه، بس ما حدني، أنا بعيد، أنا بعيد، لو أنا عندهم نهيت الموضوع في نفس الوقت. خلاص خلاص خلاص، أنا أبشر، أنا بتكلمها إن شاء الله. عندي عندي طيب واصبيب الله وجهك يا شيخ، والله يكثر خيرك ويرفع قدرك. خذوا رقم ابو صلاح، اليوم الحلقه برعايه ناشونال جيوغرافيك.